ارتأينا أن نقيم حفلا على شرف حفظة القرآن الكريم 24 14 بنت وعشرة أبناء من أبناء الجزائر حافظوا القرآن، وكرمناهم وكرمهم إخوانهم رواد مسجد عمر بن الخطاب. الشيء المبهج والمفرح في هذا الأمر هو وجود نساء كبيرات من أمهاتنا، فيه أم 68 سنة قاومت وكافحت وجاهدت واستطاعت أن تحفظ كتاب الله. أنا شغل نويت دار النية نختم نجتهد هكذا وحفظوني في الدار نختم. القرآن الكريم تكتلمو هو يعلمك حوايج بزاف، شغل كيما قال واحد السالف، علموا أولادكم القرآن والقرآن يعلمه كل شيء. على ما أعتقد عمر 7 سنوات ولا 8 سنوات وتمكنت من ختم كتاب الله في شهر جونفي المنصرم، والحمد لله ربي نشكره.